بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم علمنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أحبتي في الله، في هذه الحلقة إن شاء الله سنتعرف على طريقة إضافة الجداول إلى صفحات الويب. فكما لا يخفى عليكم، جميع مواقع الويب التي نقوم بزيارتها تحتوي على الجداول. إذن فكيف تتم عملية دمج الجداول في صفحات الويب، أو كيف تتم إضافة هذه الجداول إلى صفحات الويب؟ إذن هذا ما سنتعرف عليه في هذه الحلقة إن شاء الله. إذن الوسم الذي يمكننا من وضع الجداول في صفحات الويب وهو وسم تيبل. أنا قمت بوضع الكود اختصارا للوقت، وسنشرح هذه الوسوم أو هذا الوسم. إذن أول وسم هنا نقوم بكتابة table end table، نقوم بإغلاقه ب end table، إذن فهو وسم ثنائي. ثم بين table end table نقوم بإضافة tr end tr. tr end tr تعني السطور، سطور الجداول. وبين tr end tr نضع td ntd يعني الخلايا أو خلية الجداول. لأن td هنا خليتين في السطر tr ntr. إذن لإضافة سطر في الجدول نقوم بكتابة الوسم tr ntr، ولإضافة خلية نقوم بكتابة td ntd. إذن هنا قمت بوضع خليتين، الأولى تحمل اسم name، والثانية عبارة عن input من نوع text واسمها name. ثم سطر ثاني قمت بوضع هنا خليتين، الخلية الأولى بها اسم email، والخلية الثانية عبارة عن input من نوع text، وهكذا. بالنسبة لأونلاين هي خاصية من خصائص CSS، تمكننا من توصيل الكتابة داخل الخلية. هنا قمت بتوصيل كلمة name في الخلية الأولى إلى اليمين، هنا نفس الشيء في الخلية الأخيرة في السطر الأخير من الجدول قمت بوضع خليتين. هنا الخلية الأولى تحمل بها كلمة country، والخلية الثانية بها قائمة منسدلة select التي تعرفنا عليها في الحصة أو في الحلقة السابقة. إذن نقوم بعمل حفظ، ثم أقوم ب برؤية هذا العمل في المتصفح، كيف سيبدو لنا الجدول. إذا لاحظ هنا، إذا هذا هو الجدول. إذا هذه خلية name، خلية name، وهذه خلية input، وخلية name والinput هي الخلية tr، أو هي السطر tr وبه خليتين. وبالنسبة هنا للبوردر 3، بوردر 3 يعني حجم الخط المستعمل في الجدول، هذا هو حجم الخط بوردر. وسنتعرف على هذه الخصائص أونلاين والبوردر في CSS إن شاء الله. إذن هذا كل ما في الأمر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.